سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول بمدينة نصر، وده تزامنا مع الاحتفالات أو احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى 42 لعيد تحرير سيناء. ثم توجه الرئيس السيسي إلى قبر الرئيس الراحل محمد أنور السادات، حيث قام بوضع إكليل من الزهور وقراءة الفاتحة ترحما على روحه الطاهرة. امبارح أيضا عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا لمتابعة جهود توافر السلع الأساسية والرئيسية وزيادة حجم الاحتياطي الاستراتيجي منها. رئيس الوزراء قال إن في تكلفات من القادة السياسية بضرورة وجود مخزون كافي من كل السلع الرئيسية واحتياطي استراتيجي منها بهدف إحداث التوازن المطلوب في الأسعار وغلق كل الأبواب على من يريد أن يتلاعب في أسعار السلع الأساسية. أخبار كتيرة مهمة حصلت امبارح تزامناً مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى 42 لعيد تحرير سيناء. قام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، رافقه الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر. وعزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد في تقليد أصيل عرفاناً وتقديراً لما قدمه شهداء مصر من بطولات وتضحيات دفاعاً عن الوطن وصون مقدساته. ثم توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي لقبر الرئيس الراحل محمد أنور السادات، حيث قام بوضع إكليل من الزهور وقراءة الفاتحة ترحماً على روحه الطاهرة. وفي نهاية المراسم قام الرئيس السيسي بمصافحة عدد من قادة الأفرع الرئيسية وقادة القوات المسلحة وعدد من كبار رجال الدولة، كما أناب القائد العام للقوات المسلحة قادة الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية لوضع أكاليل الزهور على نصب التذكاري للجندي المجهول بهذه المناسبة. رافقهم خلال المراسم السادة المحافظين ومديري الأمن. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع لمتابعة جهود توافر السلع الأساسية والرئيسية وزيادة حجم الاحتياطي الاستراتيجي منها، وقال رئيس الوزراء إن في تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة وجود مخزون كافي من السلع الرئيسية واحتياطي استراتيجي منها، بحيث تكون لدى الدولة القدرة على التدخل في أي وقت تحدث به أزمة بهدف إحداث التوازن المطلوب في الأسعار وغلق الأبواب على من يريد أن يتلاعب في أسعار هذه السلع الرئيسية التي تضم سلع القمح والزيت والسكر والذرة وغير ذلك. امبارح تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في اجتماع الموقف التنفيذي للإفراج الجمركي عن البضائع في الموانئ وموقف تطبيق منظومة الشحن المسبق، وأكد مدبولي حرصه على متابعة إجراءات الإفراج عن البضائع بالموانئ من خلال عقد الاجتماعات والتواجد ميدانياً بالموانئ، بما يضمن إيقاع متسارع منتظم لهذه المنظومة على نحو يعزز حجم المعروض بالسوق المصرية من السلع الاستراتيجية ومستلزمات الإنتاج في ضوء إتاحة العملة الأجنبية من الجهاز المصرفي. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع مع مسؤولي شركة كوفي كاب الرائد العالمي في تصميم وتصنيع الكابلات الكهربائية وأسلاك السيارات، واستعرض رئيس مجموعة كوفي كاب خلال الاجتماع تاريخ الشركة وأنشطتها وأهدافها ومشروعها الجاري إنشاؤه في مصر، موضحاً التزامها بالنمو والابتكار المدفوعين بالاستدامة واستهدافها تقليل تكاليف سلاسل الإمداد وتعزيز الاتجاهات الحديثة والمبتكرة في صناعة السيارات تماشياً مع المسار الراهن لتقليص الانبعاثات الكربونية. وأوضح رئيس الوزراء إن مشروع الشركة الجاري إنشاؤه في مدينة العاشر من رمضان بيأتي في إطار استراتيجية الحكومة المصرية لدعم توطين صناعة السيارات لا سيما السيارات الكهربائية عبر الاستفادة من الخبرات والاستثمارات الأجنبية المباشرة للشركات ذات الخبرة الكبيرة في هذا المجال. امبارح أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرارين، الأول بأن يكون يوم الحد الموافق 5 من شهر مايو عام 2024 أجازة رسمية بمناسبة عيد العمال بدلاً من يوم الأربع الموافق الأول من مايو، والقرار الثاني هو أن يكون يوم الاثنين الموافق 6 من شهر مايو عام 2024 أجازة رسمية بمناسبة عيد شم النسيم.